تطلع على القناة قبل زيادة راتبك الشهري قبل بداية القناة. كلكم فاكرين لما رفض انه يوقع لانضمامه لقناة النادي بتاعه وطلب زيادة راتبه قبل ما يوقع، وفعلا تم زيادة راتبه هو واحمد جمال، وانك عايش هتموت في حب الكيان، وانت اصلا كنت رافض ظهورك على القناة قبل زيادة عقدك، فتلبس ثوب الشرف والعفة عشان مش لايق عليك، وكل فضايحك باينه. ومن اكتر اسباب الفتنة والتعصب بين الجماهير هو سرطان الاعلام القزم الابيض. مرتضى مشغلك من اجل التطبيل، كريم حسن شحاتة طلع محترم وابن ناس ومتربي ورفض يكون مطبلاتي لرئيس نادي الزمالك، لكن انت عشان ماشي حسب ما يتقلك من رئيس لغك، عشان كده انت لسه موجود. ولو راجل اطلع اتكلم عن اخطاء رئيس النادي بتاعك، ما تحسسنيش ان رئيس ناديك ما فشلش هو وابنه في قضية النجاز او في قضية كهربا والفلوس اللي محجوزة لممدوح عباس، ولا فضيحة قبض العمال، ولا الست اللي ماتت، ولا ان عمر كلامك ما تنفذ او خد قرار ومرجعش فيه. ملحوظة، كهربا لعب في الاهلي اكتر من ماتش رغم انه كان قايل انه مش هيلعب دقيقة في الاهلي. معلش يعرفكم مشغولين بقضية نادي القرن اللي بتحلموا بيها وبتكذبوا الكذبة وبتصدقوها. مادام شايفين ان مصطفى مراد فهمي جامل الاهلي عشان اهلاوي، يبقى بقى احنا كاهلاوية لازم نعرف ان الجناين كان مجاملكم في الحكام اللي ما حسبتش اخطاء الموسم ده، اللي لو اتحسبت كان زمانكم بتصارعوا مع الفرق اللي بتصارع من اجل البقاء في الدوري. هفكر معاكم بعقلكم، هنفترض ان احنا خدنا نادي القرن وده كان من حقكم، وانتوا كسبتوا القضية وخدتوا اللية وخدتوا اللقب رغم انه مش هيحصل، بس هفكر كوني زملكاوي وهحصل وحصل، وانتوا خدتوه هتكونوا خدتوه بعدنا، يعني حتى في حاجة تفتخروا بيها هتكونوا بيها مركز تاني طول عمركم. انا كاهلاوي ما شغلنيش انك تطالب بحقك من عدمه، لو فعلا ليك حق وانا مش معترض، انا بس شايف ان كتر الكلام بيكون فضى وقلة حيلة، زي واحد يضرب ويندعك سنانه وفي الاخر تقعد مع كل واحد تقول انا هعمل واسوي. طب لما انت جامد ما تحط لسانك جوه بقك وتفرجني افعالك، مش المفروض ان ده موضوع عايز شغل مش عايز كلام. فوز الزمالك بلقب نادي القرن هيكون بالمستندات مش بالكلام وشغل تلقيح الكلام وتلقيح النسوان في الفضائيات. 20 سنة على منح الكاف للقب القرن لنادي الأهلي، 20 سنة على استلام كابتن صالح سليم الجايزة وتمنياته بدعابة انه يستلم جايزة القرن مرة اخرى 100 عام، 20 سنة وكانت الامور تسير بشكل طبيعي، ودكتور كمال درويش رئيس الزمالك وقتها، واللي بالمناسبة مرتضى منصور كان عضو في مجلس الادارة وقتها، ارسل برقية تهنئة للنادي الأهلي. 20 سنة وكل منتمي لنادي الزمالك وقتها كان احمد حلمي عادي 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 اهو. ليه ما حصلش ازمه وقتها؟ ببساطه الزمالك كان لسه حاصل على لقب افريقيا وبطل الكؤوس، بطل ابطال الكؤوس 2000، ثم استعاد درع الدوري اللي كان غايب لسبع سنوات، ثم حقق دوري ابطال افريقيا، ثم السوبر الافريقي وعدد من البطولات العربيه. محدش يتكلم عن لقب نادي القرن ومدى احقيه الاهلي من عدمه. ثم فشل يلاحق فشل يلاحق فشل يلاحق محاكم وقضايا، ونفسنا ونفسنا ناخد بطولة، فخدنا بطولتين، واختفاء شبه تام لجماهير الزمالك على الساحة، الامر اللي دفع جمال عبد الحميد انه يصرخ في الفضائيات الحقونا جماهير الزمالك بتنقرض، لدرجة ان سيف ابن فاروق جعفر قال لابوه انا بسمع كلامك بس نفسي تسمع كلامي وتسيبني اروح العب في الاهلي. هنسكت اكيد؟ لا، اكيد لازم نشوف حل، لازم نشوف قضية تجمعنا من تاني، ندور على اي انتصار حتى لو كان انتصار وهمي. مش قادرين نحقق بطولات، مش هنقول زي الاهلي لكن زي حرس الحدود حتى، يبقى لازم نعلن عن قضية، بس القضية هي الزمالك نادي القرن الحقيقي، هو دوت اللي هتعيشوا عليه الوهم دايما دايما. الجماهير اللي بتعيش على الوهم بتصحى دايما على حاجة صعبة جدا جدا جدا. ما تنسوش تدعمونا باللايك عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا. شكرا لكم، سلام عليكم.